الخطبة الرابعة للشهر ذي الحجة كبيرة جناهير بانونا جيل هزماش خطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فيا ايها المؤمنون استقيموا على الايمان والاسلام واستح حكموا على ذلك بامتثال الأوامر والاجتناب عن نواهي والشهوبات ودوموا على الطاعات والعبادات واتركوا الفواحش والذمائم ما ظهر منها وما بطن وادخلوا في كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ايها الاخوان ابين لكم اليوم ان شاء الله تعالى الكبائر من المعاصي التي تباعد الناس من رحمه الله فلا تقربوها لعلكم ترحمون قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تترك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك الصلاه مكتوبه متعمدا فقد فقد برئت منه ذمه الله ولا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشه واياك والمعصيه فان بالمعصيه حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. ورواه أحمد وقد ثبت بالروايات الصحيحة أن الحلف بغير الله والإتيان إلى الكاهن والسحر وقطع الميراث واليأس من روح الله وترك أي ركن من أركان الإسلام وتعاطي الرشا واصطماع المالاه والجلوس عليها والتلذذ بها والرقص رؤيتها والمزامير غيرها من الات الطرب وعظم الانكار على المعصيه مع القدره على ازالتها والتهاون والاحتقار بالسنة وقص اللحى والإهانة بعلم الدين وعلماء الأمة وكتمان الشهادة مع الحاجة إليها والشهادة الزور وتطفيف في الكيل والوزن والمقرب بالمؤمن والإضرار إليه بأي وجه كان والنميمة والغيبة وغيرها من أنواع الأذى وتنقيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والمعاداة مع الأولياء الكرام والدياسه وبيع الحر والتخبيب مع امراه على زوجها والتعاطي بفعل التصوير والتحريش البهائم وعدم تعلم الدين وقتل نفسه واحتقار الفقراء والعجب والفخر والإصراف والتبذير لبس الحرير للرجال وإصبال الثوب كل ذلك عد من الكبائر اللهم احفظنا من جميع السيئات من الفواحش والمنكرات واجعلنا ممن تبعك من الأبرار والأخيار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.